السلام عليكم لي زامي، كي دايرين؟ نتمنى انكم تكونوا مزيان ولقاكم هذا الفيديو بالف خير. اليوم اول فيديو غادي تكون هي من مورا العطله ديال الصيف، حيت الا كنتم متبعيني في الانستغرام غادي تعرفوا بانني مشيت لاسبانيا مده 3 سيمانات تقريبا. درت فيديو مؤخرا في القناه على القاعده ديال السوائل في المطارات، ولكن هذيك الفيديو كنت سجلتها شحال هادي، عاد كتب لي دابا انني نديرها في اليوتيوب. واليوم اول مره كنسجل فيديو من مورا السفر ديالنا في اسبانيا، وعليها بغيت ندير هذا الفيديو باش نفسر لكم هذا السفر هذا كيفاش داز، وخصوصا غادي نهضروا على المرحله الاولى ديال هذا السفر اللي هي قطعه ديال الباطو ما بين طنجه ولا المغرب الى طريفه اولا اسبانيا، اللي كانت بالنسبه لينا حنايا تجربه كنعيشوها لاول مره. اذا كيف ما شفتوا في الفيديوهات السابقه، كنا شرينا واحد الشكاره من ديكاتلون، وكنا اولين اننا نسافروا بها في اسبانيا بلا ما نستعملوا الطياره، وايضا بلا ما نستعملوا الطوموبيل. هذا هو اللي كان الهدف ديالنا الرئيسي، ولكن في الايام الاخيره ديال السفر كنا عيينا واحد شويه، واستعملنا جوج مرات الطاكسي في اسبانيا باش نقدروا نوصلوا للبلاصه اللي كنا باغيين نمشيو ليها، ولكن هذا ماشي هو الموضوع ديال هذا الفيديو. المهم اللي بغيت نفسر لكم هي اننا الحمد لله قدرنا نحققوا الهدف ديالنا اللي كنا باغيين نديروا، هي اننا نسافروا بساكادو فيه الحوايج قلال، وايضا نشوفوا بزاف ديال المدن في اسبانيا. زيدوني الا ما شفتوش هذا السفر سيروا شوفوا الانستغرام، راه غتلقاو جميع الصور والفيديوهات في الستوري وايضا في ستوري هايلايت. والحاجه اللي عجبتنا بزاف واللي متاكدين باننا غادي نعاودوها هي القطعه بالباخره من طنجه الى اسبانيا، وهذا الشيء اللي ان شاء الله غادي نبارطاجي معكم في هذا الفيديو، التجربه ديالي الخاصه مع هذه وسيله النقل او وسيله السفر. اذا كيف ما قلت لكم مشينا لطنجه باش قدرنا ناخذ الباخره باش دينا لاسبانيا. باش نمشيو لطنجه خدينا البوراق، وحتى هي كانت تجربه زوينه بزاف لاننا لاول مره غادي نركبو في البوراق، والصراحه ما لقينا فيه حتى شي مشكل، كلشي كان منظم مزيان. خدينا التذكره ديالنا من قبل، لان الا خديتو التذكره ديالكم في البلاصه كيكون الثمن شي شويه زايد. حنا قررنا ناخذو التذاكر ديالنا كاملين من قبل حتى بالنسبه للباخره وحتى بداكشي اللي جا من بعد، ومشينا المحطه ديال الدار البيضاء المسافرين كازا فواياجور، ودوزنا تقريبا ما كملاش ساعتين ديال الطريق بالبوراق باش نمشيو من كازا لطنجه. تبارك الله ما حسيناش بها نهائيا، وقعنا في واحد الوقيته كنت عاد باغا نبدا نخدم وندير شي حوايج ونشوف التليفون وانا نسمع بان راه وصلنا لطنجه. المهم هذه كانت بين قوسين، في طنجه خدينا الباخره من المحطه البحريه اللي كاينه في المدينه ماشي طنجي ميد، وحتى هي المحطه البحريه زوينه بزاف، صغيره ومنظمه وكل شيء باين، وتما كاينين ايضا فين تقدروا تشريوا التذاكر الباخره الى ما كنتوش شريتوها من قبل، تقدروا تشريوها حتى في المحطه البحريه. حنا كيف ما قلت لكم خدينا التذاكر من قبل، ولكن ما كاينش الفرق في الاثمنه الا خديتو من قبل او خديتو في البلاصه. اذا الشركه اللي قطعنا معها هي شركه افغس، اللي هي شركه المانيه وعندها الباخرات في بزاف ديال الدول، مثلا افريقيا مع المغرب، اوروبا، وكاينه ايضا في كندا وامريكا، وعندها ايضا الباخرات من انواع مختلفه على حسب الرحله اللي غادي تبغيو، على حسب المده اللي غادي تبغيو تدوزو، وايضا على حسب المسافه اللي كاينه ما بين الدول اللي غادي تبغيو تمشيو ليهم. حنايا كانت عندنا تقريبا غير 50 دقيقه ما بين طنجه المدينه الى طريفه مدينه اسبانيا ماشي الخسيراس. الخسيراس الا بغيتو تمشيو ليها خاصكم تاخذوا الباخره من طنجي ميد اولا من سبته، اما بالنسبه لطنجه المدينه راه كتمشي غير لطريفه، وما كايناش غير شركه افغس اللي كدير هذه الرحله ما بين الدول بجوج باخرات او لشركات مختلفه، بحال مثلا انترشيب اللي كان واحد الفرد من العائله استعملها وكان قال لنا بان كاع كتبقى مرخص من افغس. ولكن الصراحه حتى بالنسبه للباخره ديالنا الاثمنه كانوا جد مناسبه، تقامت علينا الرحله غير ب 400 درهم لكل واحد، يعني 800 درهم، مع العلم اننا كنا غير بجوج ما كانش عندنا الطوموبيل. بالنسبه للطوموبيل راه الثمن كيتزاد شويه. والا كنتو كتسائلوا شحال ديال الباجاج ممكن تديو معنا في الباخره، راه ممكن تديو معاكم شحال ما بغيتو ديال الباليزات، شحال ما بغيتو ديال السيكان، الا كنتو قادرين تهزو داكشي كامل ولا تشرو داكشي كامل نتوما حرين. مثلا حنايا كنا هازين جوج شكارات، كل واحد شكاره، وفي يدينا كنا هازين سيكان، وللعلم كنا حنا اللي عندنا
اقل كميه ديال الباجاج في دوك المسافرين اللي كانوا معانا. كنا شفنا شي ناس اللي كيهزوا اولا كيجروا ثلاثه ديال الباليز كبار ديال 40 كيلو كاع اكثر. انا صراحه بعد الباليزات عمري شفتهم كاينين بعدا في الطياره، ميمكنش يكونوا بحال دوك الباليزات حيت كانوا كبار بزاف وكانوا الناس كيديوهم معهم بلا حتى شي مشكل. حتى واحد ما كيقول لهم علاش عندكم ثلاثه الباليزات الواحد ولا علاش عندكم هاد الباليزه كبيره. والكونترول في المحطه البحريه ديال طنجه داز دغيا كنا حنا ناس قلال، كنهضر غير على الراجلين. بالنسبه للناس اللي غادي يمشيو بالطوموبيلات راه كان عندهم الكونترول في بلاصه واحده اخرى، ما كانوش مخلطين معانا. والباخره كانت صراحه زوينه مريحه جدا. كيف ما قلت لكم الرحله دازت فيها 50 دقيقه، صراحه ما حسيناش بها بزاف. كان واحد المقهى تما كاين قدرنا نفطروا حيت كنا خدينا الباخره في الصباح بكري، وكاين حتى ديوتي فري. وللعلم راه كل ساعه كتكون باخره اللي كتقطع ما بين المغرب واسبانيا. ملي وصلنا للطريفه حتى تما كانت المفاجاه زوينه بزاف، لان المحطه البحريه هي صغيره، الكونترول داز دغيا دغيا. وملي خرجنا من المحطه البحريه ديال الطريفه لقينا راسنا بان كل شيء حدانا في طريفه، يعني كانت المدينه القديمه، كانوا الاوتيلات، كانوا المطاعم، كاين ايضا البحر حدا المحطه البحريه، وكاين ايضا المحيط. وكانت هذه مفاجاه صراحه زوينه بزاف، ما كناش عارفين بان طريفه دايره بحال الشكل ديال طنجه. قولوا لي انتم في التعاليق الا كنتوا عارفين بان طريفه حتى هي فيها الملتقى ديال البحر الابيض المتوسط ومحيط الاطلسي فواحد البلاصه بالضبط كيف ما غتشوفوا في هذه الصور. كاين بحال اللي كاين في طنجه في كاب سباختيل، مبينين بان هنايا كاين البحر الابيض المتوسط وهنايا كاين المحيط الاطلسي. وكيف ما قلت لكم كل شيء كان قريب حدا المحطه البحريه. قدرنا نزورو المدينه القديمه حيت كانت قريبه من الميناء، وايضا ارتحينا في واحد المطعم حتى جات الوقيته باش ناخذوا الكار اللي غادي يدينا لمالاغا، كانت هي اول مدينه غادي نزورو في اسبانيا من مورا طريفه. وكيف ما قلت لكم غادي تلقاو بزاف ديال الصور في الانستغرام. اذا هادشي بالنسبه للتجربه ديالي لاول مره غادي نقطع بالباخره من طنجه الى طريفه. كانت فايت ليا من قبل مع العائله ديالي انني قطعت بالسياره من طنجي ميد وايضا من سبته الخسيراس، ولكن كنا بالسياره. كانت هذه اول مره اننا غادي نمشيو على رجلينا، والحاجه اللي كنت متخوفه منها هي واش غادي نعياو، واش غادي نلقاو فين نجلسوا، واش غادي نقنطوا في الباخره. ولكن هادشي كله كاع ما عشناه نهائيا، لان كيف ما قلت لكم كل شيء كان منظم، كان عندنا فين نجلسوا، كانوا البلايص موجودين. واللي عجبني اكثر هي ان المحطه البحريه ديال طريفه كانت قريبه من المدينه، وكانت قريبه من بزاف ديال الانشطه ممكن يداروا في طريفه. وهادشي خلاني نفكر ان طريفه تقدر تكون فكره زوينه بالنسبه للناس اللي كيبغيو يمشيو لاسبانيا غير باش يطبعوا الباسبور ديالهم. بزاف ديال الناس شنو كيفضلوا يديروا، كيفضلوا يمشيو للسبته يطبعوا الباسبور يدوزوا نهار تماك ويرجعوا باش يكون عندهم طبعه ديال اسبانيا هكا باش ما يضيعوش الفيزا ديالهم، اولا باش يطلعوا الحدود باش ياخذوا فيزا جديده. ولكن حتى طريفه صراحه ممكن تفكروا فيها لانها ما بعيداش بزاف على طنجه، راه دوزنا غير 50 دقيقه باش وصلنا، وفيها بزاف ما يدار حتى هي. كيف ما قلت لكم في الصيف ممكن تكون فكره زوينه لان فيها البحر الابيض المتوسط وفيها ايضا المحيط الاطلسي وفيها المدينه القديمه، فيها بزاف ديال الانشطه ممكن يداروا، كاينين مطاعم كثيره وكاين ايضا محلات تجاريه بالنسبه للناس اللي كيبغيو يمشيو يديروا الشوبين في اسبانيا. وايضا كاين الكار اللي كيديك لبزاف ديال المناطق حدا طريفه بحال مثلا كاديس اللي حتى هي مدينه زوينه وفيها واحد التاريخ زوين. المهم هذه غير فكره جات لينا في ديك الوقيته ملي شفنا طريفه حيت كنا دوزنا فيها تقريبا نص نهار حيت كنا كنتسناو الكار اللي غادي يدينا لمالاغا، وجاتنا هذه الفكره اللي بغيت نبارطاجيها معكم. اذا لي زامي كنتمنى ان هذا الفيديو تكون عجبتكم فاتكم. الا كانت عندكم الفكره حتى نتوما تمشيو بالباخره الى اسبانيا ممكن تفكروا في هذه الطريقه هذه، وخليو لي لتحت في التعاليق الا بغيتوا تعرفوا مزيد من المعلومات على السفر اللي درنا بالشكاره في اسبانيا. خاصكم غير تعطيوني الموافقه ديالكم ونهضر لكم على هذه المواضيع. دابا ما عليا غير نقول لكم شكرا على المتابعه، نهاركم مبروك ونتلاقاو في فيديو جاي ان شاء الله.